سيدات والسادة، في البداية أحب أن أتوجه بالشكر لكل السفراء اللي معانا النهاردة. طبعاً أنتوا جيتوا من كل أنحاء الشرق الأوسط عشان تشاركونا في يوم زي ده وعشان تشوفوا الفرقة المصرية والفرقة السورية. قبل ما أبتدي أحب، كلنا عارفين اللي بيحصل في سيناء دلوقتي، وأحب أقول لكل الأهالي، كل الأمهات والأبهات والأخوات، إن إحنا وراكم، ولو فقدتوا ابن إن شاء الله هو في مكان أحسن وربنا معاكم. وإذا سمحتوا بس يعني دقيقة نقرأ فيها الفاتحة عشان الشهداء اللي ماتوا عشان من أجل بلدهم في سيناء. شكرا. احب في بدايه خطابي ان ارحب بضيوف مصر وارحب بنجوم الكره المصريه على راسهم الرئيس الشرفي لمؤسسه ساتوك الكابتن حسن شحاته، وعميد لاعبي العالم الكابتن احمد حسن رئيس الشرفي للبطوله. واحب اوجه الشكر للدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي والمهندس ثاني. والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. والدكتور أشرف صبحي مساعد الوزير. على تعاونهم الكبير مع مؤسسة ساتوك في إجراءات إقامة البطولة في مصر. أحب أشكر أستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع الراعي الإعلامي للبطولة. وكمان أحب أشكر النهار، قناة النهار، على دعمهم لنا كمان كراعي إعلامي. مرة ثانية كل عام وأنتم بخير في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه المناسبة الخاصة والتي أتت في شهر رمضان الكريم. وأنا على ثقة أنكم جميعا تشاركوني هذا الحماس. كاساتك مش بس أي كاس، كاساتك ده بيوري الطفل أن أنت فعلا في الحياة حتى لو كنت محروم، وبالذات أن أنت محروم، الحاجة مش بتيجي سهلة. لازم تكافح، لازم تشتغل كويس في حياتك، لازم تتمرن عشان توصل للي انت عايز تعمله. ولو ما عملتش كده مش هتقدر توصل، لان في كتير غيرك نفسه يوصل للمرحله اللي انت عايزها.